في يوم من الأيام كنت ألقي درس هنا في الولاية في بعض المساجد، فواحد من كبار السن من الآباء قال لي، يقول لي من تخلص أبغاك. قلت أنا من قال لي أبغاك؟ أتقدمت وأخر، كنا غبنا رحنا فيها عجبتي، أنا أكيد مسوي شيء، أكيد حاصل أمر يعني مو مسوي. المهم بعد الدرس قلت له تفضل عمي، رجل كبير في السن اشتعل رأسه شيبا، لا تفضل عمي ايش تبغى؟ قال له ما يصلح هنا بنكون حدنا. قلنا يا الله وصلت، انا اشوف كيف سبحان الله سوء النيه سوء الطويه، اقول شيء ما عاد تقول لي باغواز صميت بئس ما في ما عندي مثل هذه الهواجس، شيطان يلقي ضعف النفس ضعف، شوف كيف كل واحد على قدره. فقال له ما يصلح هنا قدام الناس، احسن نسير على جانب، نسير في السياره ولا نسير كذا، ان شاء الله وطوع امرك. خرجنا خارج وابتعدنا عن الناس. قال انت صاحب فضل علي؟ انا صاحب فضل علي؟ قال لي نعم. انا ما اعرفك حتى، انا حتى ما اعرفك، كيف اكون صاحب فضل علي؟ قال لا انت صاحب فضل علي، انت ساعدتني. كيف ساعدتك يا عمي؟ ما سويت لك شيء. قال من زمان جيت انت وتكلمت عن فضل سورة الاخلاص، صحيح؟ حاولت اتذكر، نعم صحيح فعلا، يعني في اكثر من مكان تكلم بما ورد في السنه من خصائص هذه السوره ومن حب الصحابه لها وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحظه، ذكرت يعني مثل هذه المعاني. وقالوا ذكرت اخبار عن اشخاص يقرؤون بكثره سوره الاخلاص، وذكرت عن الصحابه انهم يرددوها، وذكرت عن علمائنا ان واحد منهم عم يقراها 400. يقول انا ضربتني في الفؤاد هذه، كيف انا شايب التو مو باقي من عمري وانا ما اسوي كل هذا، انا ما بيقول الناس عجب خبرك، مو انا اقوم اقبض هذا الكلام وقال بذا الولد انا اقوم اقبضه. يقول ذيك الليله صرت وقلت اقراها، بغيت اوصل 100 اخر الكلام عجزت، بضرابه بشق الانفس وصلت 100. قلت لا اله الا الله، هذاك يقول 400 وين كل ليله وانا 100 ما رايم، ثقلت علي كيف هذا الكلام. قلت ما علي، الليله الثانيه. يقول الليلة الثانية سويت همة وتميتهم 400. ولعله يشير إلى قصة مشهورة عن ذكرها الإمام البغطوري عن أحد أصحابنا المغاربة، ورده من سورة الإخلاص 400 كل ليلة، يحبها هكذا يحبها خلق، إذا كنا نحن نحب الذهب والفضة والأموال والدور والضياع والعقارات هم يحبون سورة الإخلاص. فقال وصلت 400، قال أوه صحيح هذا الكلام. يقول يوم الثالثة هكذا، يقول الحمد لله رب العالمين. من ذيك اليوم يقول تعاد 600 و700 ما كانها شيء، 600 و700 ومن سورة الإخلاص ما كانها شيء. هو هذا الإنسان ما هو بشحمه ولحمه ودمه، ما هي أيامه ما هي سنواته، لكن لمثل هذا فليعمل العاملون.